المدينة الصناعية الجديدة وإلى مشروع جاهز. اليوم سيتم افتتاح مصنع مهم جدا راح نعرفه مع بعض بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اللي بنشوفه اليوم أحد الإنجازات الصراحة في فترة بسيطة ووجيزة جدا وسريعة. هذا تعاون بيننا وبين ليبتون وريد ليبل لإنتاج لبداية أول خط إنتاج خطين للإنتاج لليبتون وريد ليبل في دولة قطر. الحمد لله بدأنا الإنتاج في وقت قياسي والحمد لله المبيعات كلها رايحة، ما قصروا في القطر يشربون كرك وايد، يعني ما شاء الله راحت هذه. الأهم من هذا بصراحة في تضافر جهود هنا ولذلك كان سريع. تعليمات من مكتب معاليه، المبنى اللي تشوفونه الصرح هذا بنك قطر للتنمية بصراحة، ولولا هذا الصرح كان استثمارنا راح يتعدى 50 مليون، لكن لوجود هذا الصرح حصل استثمارنا ب6 مليون تقريبا. راح ننتج أنواع شاي الريد ليبل وليبتون، وكذلك إن شاء الله في تعاون مستقبلي في كثير من المنتجات الأخرى. المصانع اللي جنبنا حجز مثل ما نشوف مع بعض التي تايم لهم مشاركة، وأيضا شباتي وكرك، وهم كنماذج للكافيتريات المحلية اللي تستخدم الشاي ليبتون. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في مصنع جاهز. المصنع تابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية. الهدف منه تعبئة شاي ليبتون وريد ليبل في مصنعنا في المنطقة الصناعية الجديدة، في وحدات تابعة لبنك التنمية، وحدات جاهز. مثل ما أنتم شايفين المصنع يتكون الآن من خطين إنتاج. الخط الأول ينتج شاي ليبتون وريد ليبل بسعة 5 كيلوغرام و1.6 كيلوغرام ليخدم قطاع الضيافة مثل محلات الشاي ومحلات والكافتريات والمطاعم. والخط الثاني يتم فيه تعبئة العبوات لسعة 200 غرام و450 غرام و900 غرام من الشاي السائب لخدمة السوق القطري الاستهلاكي في المرحلة الأولى. هذه هي منتجاتنا النهائية، هاي اللي قلت لكم عنها. المنطقة هذه هي منطقة تخزين المنتجات النهائية، مثل ما تشوفين في كرتون شيء سعة حوالي 48 علبة صغيرة، شيء سعة علبتين من العبوات الكبيرة، يتم وضعها على منصات خشبية ويتم أخذها بواسطة الوكيل في قطر لتوزيعها على السوبر ماركت وغيره. في الخلف لو تلاحظون المواد الخام، وهي عبارة عن شاي أسود بنكهات وتركيز مختلفة. طبعا الخلطة غير معروفة بالنسبة لينيليفر، هي عندهم الخلطة الخاصة فيهم حق الليبتون وحق الريد ليبل، لكن مثل ما انتم شايفين تأتي في أكياس يتم تفريغها في خط الإنتاج وتعبيتها في شوف على اليسار في العبوات هذه اللي على اليسار، هي مواد تغليف من كرتون من أكياس مثل ما انتم شايفين هذه. إذن إخواني أخواتي، مثل ما شفنا مع بعض بدأ الإنتاج الفعلي لليبتون وأيضا ريد ليبل في الأسواق القطرية من خلال شركة الصناعات التحويلية. لهم كل الشكر والتقدير، وأيضا هناك خطط توسعية مثل ما سمعنا لإنتاج كميات أكبر بإذن الله حتى تغطي كافة السوق المحلية. وصول سعادة وزير التجارة والصناعة لتدشين المصنع بشكل رسمي. بيقطفوا الشاي وبروحوا على كينيا. الآن احنا موجودين بين 4 دول تقريبا المصدرة والمكون الرئيسي للشاي اللي قاعد نشربه، اللي هي كينيا والهند وسريلانكا وتركيا. والفرق بينهم الثلاثة والأربعة هذيل بتيجي بطريقة مراحل. نقول ليش شاي ليبتون
بيحمر أسرع وليش الريد ليبل للكرك أفضل. هذا كلياته صراحة هي خصائص موجودة، وهذا الشغل بسموها بالإنجليزي يسموها بلندنج اللي هي الخلط ما بين أكثر من دولة حتى تعطي الذوق والطعم اللي بيناسب كل شخص. فأصحاب محلات الكرك اللي طبعا شاركون اليوم معنا في الخلف يقول لك إحنا البروك بوند الريد ليبل هو الأساس عندنا تقريبا، واللي هي خلط فيه بيجي من تركيا أكثر من ما يجي من سريلانكا. الليبتون بيعطيك الشكل والنمق والتيست الأفضل، فبيكون سريلانكا وكينيا موجود فيها. فأشكر طبعا جميع الحضور، أشكر سعادة الوزير وجوده معنا صراحة. للتي باك لأن هذه تحتاج مكان أسرع وأطلاقها هي تحت التصنيع حاليا. في التور عندنا داخل يكون الكياس البلاستيك ولا كياس اللي هي الكرتون. بالمناسبة هذه أحب أشكر جميع الحضور صراحة إعلاميين، وصراحة عندنا كمية كبيرة من الشباب من الريتيل اللي هو الكافي والهايبر ماركت واللولو والميرو طبعا. في السنة كان أرحب بأخوي كريس المهندي أمين السر بمجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة معالي رئيس الوزراء. أرحب طبعا بالدينامو اللي كان خلف صراحة المشروع الرئيس التنفيذي للشركة التحفيزية في عبد الرحمن الأنصاري. في كلمتين بسيطة صراحة نعطي بالحضور نبذة بسيطة عن علي بن أحمد الكواري. أحب أرحب بالإخوان الموجودين، أحب أقدم لكم تحيات معالي رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز اللي تشكرون عليه حقيقة تشكر عليه الإخوان الأخ سلمان الأخ عبد الرحمن فيما بذلوه من حقيقة سعي قوي جدا في الفترة الماضية لاستقطاب هذه الشركة. مثل ما انتم عارفين للتوريد ديبل تحتل 30 او 60% من الماركت في دولة قطر، هذا شيء مهم عندنا. هذا بعد يعطي رسائل للخارج بانه هناك بيئة استثمارية صحيحة في دولة قطر، هناك فرص استثمارية كبيرة للشركات العالمية اللي حابة انها تستثمر في الدولة او علامات تجارية معينة راح نعمل عليها خلال الفترة القادمة بإذن الله. شكرا سعادة وزير التجارة لدعمك وتحفيزك لمشاركة البراندات العالمية في السوق القطري، وهناك فرص كثيرة إن شاء الله في القريب العاجل راح تطرح من خلال المجموعة الوزارية لدعم تحفيز القطاع الخاص. شكرا. 1 لهذا التعاون نستطيع أن ننفذ كثير من المشاريع الأخرى. الموضوع الآخر والمهم الله يسلمك الصرح هذا أحمد، وأحب أقول لك عن أخواننا في بنك قطر للتنمية، هذا أحد منتجات بنك قطر للتنمية. نتكلم عن 7 مليون كانت راح تتعدى 50 مليون أكثر ناهيك عن الوقت وإلى آخر. نظرا لوجود مثل هذا المنتج استطعنا أن نحن
كلها نغيرها. لا لا انا قصدي حتى التنوين المصانع المصانع يعني مش طبعا طبعا شاكرين للجميع حضور حقيقه سعاده وزير التجاره والصناعه الاخ علي بن احمد الكواري. طبعا هذه توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء بشان استقطاب ماركات عالميه للسوق القطري. طبعا الماركات العالميه تيجي للسوق القطري بناء على وجود بيئه امنه للاستثمار. حقيقة ما تم هذا إلا بتوجيه من معاليه بضرورة أن احنا نتوجه للبراندات العالمية هنا تستقطب في دولة قطر. إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله راح يكون هناك استقطابات عديدة لعدد كبير من المشاريع أو من الماركات العالمية بإذن الله في عديد من المشاريع. نشكر شركة قطر للصناعات التحويلية، نشكر بنك قطر للتنمية على دعمهم لهذا المشروع، وإن شاء الله نتطلع